بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ نعم، يجوز إن شاء الله الدعاء بهذا الأمر، ويعني يقرنه بحسن العمل فيقول: اللهم إني أسألك طول عمر في حسن خلق أو في حسن عمل. والسؤال الذي يتبادر في هذا الأمر: هل العمر المكتوب عند الله سبحانه وتعالى يغير ويبدل؟ رأيان للعلماء في هذا الأمر. الرأي الأول أن العمر لا يغير ولا يبدل، ما يبدل القول لديه، وأن الملك عندما يأتي للنطفة يؤمر بأربع كلمات: عمره ورزقه وأجله وسعيد أو شقي. فهذا الرأي يقول أن الزيادة زيادة بركة، ويستدل بأنه: كم من أناس قلت أعمارهم في هذه الحياة الدنيا لكن الله بارك فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أخذ 1000 سنة إلا 50 يدعو إلى الله، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في الدعوة 23 عاما، ويأتي يوم القيامة وأمته ليس لها مثيل أو ليس لها عدد في الأمم، فهي في بعض الروايات ثلث المحشر وفي بعض الروايات نصف المحشر. الرأي الثاني أن الزيادة تحدث زيادة حقيقية، يعني العمر يكون مثلا 50، لكن إن وصل الإنسان رحمه يزيد العمر ويبقى 60 ويبقى 70. ويستدل هذا الرأي بقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعروفة القصة التي يقول عند تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. عندما استخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره فنظر إليهم فوجدهم ذرا فوجد ذرة تضيء، فسأل: من هذا يا رب؟ قال: إنه نبي من آخر الأمم من ذريتك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: عمره 40 سنة. قال: زد في عمره يا رب. قال: لا، إلا أن أنقص من عمرك. فقال: أعطيته. وعندما أتى ملك الموت لأبينا آدم عليه السلام على عمر 960 سنة، قال: أليس عمري 1000 سنة؟ قال له: أنسيت أنك أعطيت ابنك داود من عمرك 40 سنة؟ قال: لا. فقيل في بعض الروايات: نسي فنسيت ذريته، وبعض الروايات: أخطأ فأخطأت ذريته، وبعض الروايات: جحد فجحد ذريته، ولكن الله برحمته زاد في عمر آدم كما كان وزاد في عمر داود كما كان. فيستدل أصحاب هذا الحديث بأن العمر يزيد زيادة حقيقية، وسواء كان هذا أو سواء كان هذا، الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب لطول العمر، فعليه بالدعاء إن كان يريد مع حسن العمل: أسألك طول عمر في حسن عمل. والشيء الثاني العمل بصلة الرحم، وإن صلة الرحم وبر الوالدين ليعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.